هنبدا اخبارنا الحصريه من النادي الاهلي. وعرض واحد من وكلاء اللاعبين على حسام عاشور كابتن الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي الانتقال لصفوف نادي الزمالك مع بدايه الموسم الجديد. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب قرر اعتماد ما جاء في مذكره لجنه التخطيط للكوره بالغاء توصياتها السابقه بمنح العديد من الاستثناءات لحسام عاشور في حال ان هو اعلن اعتزال كره القدم نهائيا في نهايه الموسم الحالي، بعد طبعا قرار الجهاز الفني في النادي الاهلي بقياده السويسري ريني فايلر بعدم تمديد عقد حسام عاشور. كمان بلغ حسام عاشور الوكيل برفض الانتقال للنادي الاهلي، وده بسبب تاريخه الكبير طبعا جوه النادي الاهلي، وان هو في حاله استمراره جوه المستطيل الاخضر فان هو هيخوض تجربه احتراف في نادي من الانديه الخليجيه. واكد كمان حسام عاشور للوكيل ان هو بيمتلك عروض من الدوري الاماراتي ومن الدوري السعودي، وان شاء الله يحدد موقفه النهائي من الاستمرار في الملاعب او تعليق حذائه اللي هو اعتزاله خلال الايام اللي جايه. كمان اداره نادي الاهلي انقلبت على حسام عاشور بعد خروجه على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد النادي الاهلي واداره النادي الاهلي.